يا هلا يا ابو رايد. يا هلا والله حيه بن عقيل بن هادي. يا هلا يا هلا. اليوم احنا في ضيافته في يا هلا اليوم عقبتنا لا لازم خذها انا خذها منها تحبك ها هذه عطا يلا يلا حيه الله يبارك فيك طول عمرك ما شاء الله تبارك الله. احنا في مخيمه السنوي في محميه روض بن هادي. يلا حيه الله يبارك فيك طال عمرك والله انهم عمرك الساعات يا ابو رايد. احنا ربيع وشفتك ربيع. يلا حي الله يعافيك يطول عمرك وانك انت رافع الروس. وا عليكم زود. أيوة. ما عليكم زود للبعيد وللقريب ومقر ما انت ممر للجميع. هذا واجب علينا وعسى الله يجملنا معكم ومع ربعنا. احنا مهما قدمنا تستاهلون اكثر وهذا شيء بسيط. هذا كل عام وقت الربيع عاده للوالد الله يغفر له لا نفرح فيه سنه النبويه ومخيم للجميع البني رشيد كامل ما هو لحد هذا مخيم للبني رشيد ترى نعم هذا أيوة. مخيم احنا نشرف فقط نخدم ربعنا وجماعتنا والله هذا لكم ما عسى الله يطول بعمرك. الله يحييك الله يحييك والناقه ابد خذها معنا اغلى شيء يعني ابغى الرجال تثني ركبها دونها هي الموروث وهي بيت الشعر والناقه والربيع هذا هذا ماضينا ونفتح هذه اجتمعت في هذا المقطع أيوة. كلها اجتمعت أيوة. نعم هذا اللي احنا نبيه حتى الشباب واللي يجون وان شاء الله حي الجميع. الله يحيي ضيوفكم يا هلا فيك. والمحميه هذه طال عمرك بعد اللي هذه اخذت جائزه امير منطقه حايل للتمييز البيئي ما شاء الله محميه روض بن هادي. طبعا هي من فكرتك. اي والله الناس ترى ما حد يدري صحيح. وانا اذكر هذيك الايام انا وياك اشتغلنا عليها فكره ومعي رجال الشباب قاموا لكن الفكره والعمل صحيح. نعم طبعا. لكن انا ما احب انا اول مره ولا اصرح لا انا خبره أنا والله ما انا دائما لكن والله من الفكره هي الحمد لله والله وبيض الله جمل حالنا اللي حفظت البيئه صراحه وصراحه تميزت الله حفظ. احنا جايين شفنا اللي خارج المحميه واللي داخل المحميه الله يحفظ. مختلف تماما سبحان الله. وعندنا ولد عمي ابو نايف بندر بن حجي. يا هلا يا ابو من الرجال اللي يا هلا نبرك الساعات والله انا من ابرك الساعات والله اللي شفناك اليوم فيها وانت دايم مشرف في كل مكان الله يبيض وجهك الله يرفع قدرك تشكر عليه الحقيقه ابو نايف من محب اليوم زيارتك شرف لنا الله يطول عمرك الله يطول سيدنا محمد خلاف ابو سعد ونعم تحييهم حياك الله والله ان زيارتكم شرف لنا اليوم الله يطول عمرك على ما قالوا على زيارتكم لاخونا ابو رايد هذه على ما قالوا الحاله اخونا ابو رايد اي والله ما يحتاج والله انها شرف احنا المعازيم الله يحفظ اي والله انتم اهل المحل نشكركم على الزياره هذا محلكم الله يحييكم ومحل بني رشيد عامه الله يطول هذا البني رشيد وحنا اللي يقول عود من حزمه الله يطول عمرك هذا ربعنا والله حييهم ويوجه دعوه للجميع لوحه فنيه بيت الشعر والخضار والبل وجلسه صراحه ودنا نتمشى مع البل شوف الشباب الشباب عندك يسار رايد تعال رايد وسامي الله يحفظه يا هلا يا مرحبا في هذا في قصيده قديمه اسلم الشاعر مشحن العازمي يقول يا جاهل بالهضب يا جاهل به هذا الهضب هذا هو اي نعم الله يخلي لهم حد يردونه من الغريسة أسفل الروض حمي عليه ابن هادي عقد ردونه حمل رغلين كبرت من هني ريف الجزور اللي تراقى لسنونه والطويلة أكثر من كذا لكن جبت لك عشان الهدف من هذه وأرسل لك صورة القصيدة إن شاء الله الله يبارك فيك طول عمرك السعاد جيتك ما شاء الله تبارك الله يبارك فيك ما شاء الله تبارك كلك خير وبركه الله يطول عمرك اي والله تعال بارك الله يحييك هذه محميه روض بن هادي البريه ما شاء الله تبارك حاصل على جائزه امير منطقه حايل للتمييز البيئي العام الاول والله الحمد ان شاء الله كل عام والجهود تعود لك يا ابو رايد والله للجميع والله ما قصر ابو رايد والله للجميع انا واحد طال عمرك معكم ان شاء الله ساكم. هذا نموذج الان شوف المحميه اتمنى الجميع ان شاء الله كل اللي حملوا مزرعه او منطقه والدوله الان شغاله منتزهات يطلبون ويحافظون هذه رساله توجهها لافراد المجتمع والمنطقه بشكل عام طبعا اليوم احنا في محميه روض بن هادي وهو صاحب الفكره اخونا الشيخ ابو رايد عبد الوهاب بن عقيل بن هادي القلادي الرشيد ما عليك نعم وش اللي تحب توجهه والله اني انا الان شفت المنظر وكل هذه يعني الدوله دعمتها وجائزه
والمواطنين ينبسطون، كلهم يجون من مختلف المملكة للمكان هذا. فأنت الآن الفكرة هذه بعض الناس يعني يحارب الحماية، لو تحمى منطقة يحارب، فهذا خطأ. الآن النبات لو ما تحمى هذا بنك بذور، شوف اللي الوادي ما قبل الحماية ما هو زي الآن، هذا بنك بذور. حتى اللي لاحظ داخل الشبك وخارج الشبك يعني اختلاف كبير. وش الفائدة؟ الفائدة من تكون بذور. نعم تكاثر البذور الآن مع الوادي، وادي رمى هذا لين القصيم، هذا ما شاء الله امتداد لوادي رمى. اي نعم الوادي الآن جاي لها وتاخذ البذور، شوف المنطقة كل في نباتات مقرضة الآن لله الحمد طلعت. فالحماية صراحة الروض هو يقول منبع وادي الرمى، الروض تلتقي فيه كل الأيدية. نعم قالها الزعاق بكلمة له. صحيح نعم قبل فترة قريت الوادي المثواة والمحيط والقهد وش اسمه كلها تجتمع في المكان هذا، كلها تجتمع هنا وتبدا الاجتماع من هنا، هو انطلاق وادي رمى المكان اللي احنا فيه الان. سبحان الله سنتر هذا طبعا يصل الى حدود بعد القصيم الى العراق، الى العراق بالتالي بعد النفوذ وظهر وقف بالثويرات. لكن اهم شيء وصل لها السنه الماضيه، هو قبلها وصل للثويرات ما وصل. رؤيه ولي العهد السعوديه الخضراء الان احنا نشوف ما شاء الله السعوديه الخضراء الحمد لله، عندنا في الرياض ولاه الامر وحنا على قد نمشي بعده. احنا بالمنطقه اللي احنا فيها اشتغلنا فيها عسى الله كل واحد مجهود. اي والله الله يبيض وجهك، ونشكرك على دعمكم لكل ما يخدم المملكه العربيه السعوديه والمناسبات، وبيض الله وجهكم انتم وافين، انتم الاخوان اللي جو جميعا كلهم من ممدوح وابو نايف يستاهلون، ابو سامي يستاهلون، ابو نواف وابو الود الله ابو ماجد وابو منيف كلهم بيض الله وجيههم اللي يجي يكرمنا بالزياره الله يبيض وجهك. شرف لنا طلع ابو نايف اخوي الكبير وصاحب المكان.